كان عندي 6 سنين، فطلعت الشارع وحطوا لي اللي هي الطرحة زي العروسة كده، يعني ده بيفرحوا بعيالهم. مش عارفة إذا كان المفروض أقول كده ولا ما مش مفروض. صراحة أنت فاجئتني بالسؤال ده. يعني أنا بحب الأزرق قوي، بحب الأخضر قوي، الأسود طبعا بالنسبه لي ملك الالوان في اللبس. ليش ميك اب فور ايفر؟ اولا انا بحب الفاونديشن بتاعه كالوان، بحس انه الوان العينين لا في ريشاس فظيع. احنا عندنا في المغرب عاده لذيذه جدا، لما اول طفله تصوم اول مره في رمضان اهلها بيحطوا لها مكياج ويلبسوها لبس العروسه ويطلعوها الشارع. فانا كان عندي اول مره كنت بصوم كان عندي تقريبا 6 سنين، عملوا لي ساعتها اخضر طبعا، وقتها كان اخضر وحط اخضر وحط احمر حتى هنا وردتين، بجد زي عروسة المولد. يعني طلعت الشارع وحطوا لي اللي هي الطرحة زي العروسة كده، يعني ده بيفرحوا بعيالهم وهم بيصوموا أول مرة يعني. فكان دي أول مرة أعمل فيها مكياج. بص، رمضان لينا كلنا يا حالة من النقاء الذهني، يعني بيحس بالجوع وبيحس بالناس، هو بتحس كده بصفاء نفسي يعني. واحنا صغيرين كده كان في واحدة في المدرسة معايا اسمها كريمة، فكانت هي غاوية انها تعمل مكياج يمكن اكتر مني. طول الوقت كانت تخبي ماسكارا كده في جيبها وتجيبه على الأوضة عندي وتقول لي بصي بقى، بصي عينيا بالماسكارا، بصي عينيا من غير ماسكارا. سر عادة ان اسراري كلها يعني ما بقولهاش، يعني اسراري لاصحابي بس يعني المقربين. يعني ناس كتير قوي دلوقتي بيقولوا لي مثلا يعني اتس اباوت تايم ان انا اعمل بروسيجر، يعني سيرجري بروسيجر. وانا بالنسبه لي بصراحه مش عايزه اعمل كده، ممكن اكون خايفه. طيب انا عايزه اقول انه في الاخر مهما حاولنا وعملنا مكياج والوانات وكل حاجه، بس انا بحس الجمال هنا جوايا انا. هلو ايفريوان، واهلا وسهلا فيكم بالموسم الثاني من حلوه رمضان مع ميك اب فور ايفر ميدل ايست. انا بوبا، واليوم معي ضيفه حلم لكل ميك اب ارتست. ضيفتي اليوم انا كنت احلم اعملها ميك اب، واليوم الحلم عم يتحقق. وبحلوه رمضان خلينا كلنا سوا نرحب بذا وان اند اونلي ديفا سميره سعيد. واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لسه هبتدي ارقص. هاو ار يو؟ ام فاين. اهلا وسهلا فيك بميك اب فور ايفر حلوه رمضان. This is your first time together انا وياك. اول مره. الحلم يتحقق. بس على فكره انا سامعه كتير عنك وعارفه انك انت شطور. سميره، قبل ما نبلش الميك اب ما نلعب لعبه صغيره. Are you ready? Truth or dare? Oops. Truth or dare? لا dare بقى. دار يعني بدنا نغير. أكيد. يعني انت خلص بدنا نطلع من كل قصص. لا انا من ساعه ما عرفت انها هاجي معك لازم طبعا افكر في التغيير. Perfect. انا شفت لك مكياجات كثير حلوين كلهم بعقده. بس اليوم بدنا نغير، بدنا نغير السيجنتشر تبعت سميره اللي هي سموكي. ما نلعب، ما ندخل الوان سميره ما استعملتها من قبل. سو سميره، اليوم بلشنا بالالترا اتش دي بوستر. رح تسمع كثير اليوم الترا اتش دي الترا اتش دي الترا اتش دي، لانه اتس بيرفكت اند اكسلنت. اند ذن اندر بينتينج اللي هو مالتي يوز، يعني عده استخدامات، بحبه كثير كثير كثير. كمان هذا ذا نيو ادكشن فور بوبا. اندر بينتينج يو كان يوز ات فور كوركشن، فور استخدمت لك اياه لإلك كمان از فاونديشن، عملت كونتورينج بقلبه. Okay. اكيد 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 الترا اتش دي بيرفكتر فور يور ناتشرال كونتور. انا ما بحب الكونتور اللي كثير قوي لانه بحسه بغير كومبليتلي الانسان. سو وي جو فور اولويز ناتشرال كونتور. استخدمت لك ارتست فيس كولر، تو بيوتيفول شيدز رح فرجيك اياهم هلا، الهم مالتي يوز، فيك تستخدمهم للكونتور، فيك تستخدمهم اي شادو. There is no limit in makeup with makeup forever. You can play with all the product مثل ما انت بدك. So سميرة اخترت لك هذا اللون الجولد اللي رح تحبيه كثير. هيدي بتعقد الباليت يعني. هيدي فيك تحطيها in your bag وتسافري خلص. ايه العالم الفظيع ده؟ يعني بحر. كيف بيقولوا بحر النجوم، بحر مدري شو، بحر الميك اب. رح عد لثلاثة تنقي لي لون، يا بقول لك ايه او لا. 1 2 ده الله وريني كده ولا ده؟ لا ده 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 اكزاكتلي ذس وان. معقول بقى؟ I'm gonna use this beautiful color
النمبر ME30. هول اللونين اللي رح نستخدمهم اليوم، وسوف اطلق على هذا اللونين باليت صغيره سميره اكس بوبا. ويلي هيدي رح اعلقها عندي بالاوضه. هاتها الاول عندي؟ لا حطها بجيب الاول. حطيها بجيبك، حاجه اخذها منك بعد شوي. ما هو اهم شيء بالوجه عندك انت؟ انا بالنسبه لي اهم حاجه قبل العينين كمان لو تقول لي حواجب طبعا. واستعملت لك اليوم برو سكالبتنج براو باليت ان نمبر 2. كل الحاجات دي لازم اكتبها عندي. ارتست فيس بنسل، هيدا اللون، هيدا قلم مالتي يوز، يستخدم اي براوز، ليبس. اند اليوم رح اعطيكي ون اوف ذا بيست سيكريتس اللي عندي اياها انا، احلى الاسرار مشان سموكي ايز. رقمه لهيدا القلم 608. وصلنا الى ليبس، وانا على طول بشوفك يا بنيود يا بالغامق، على طول يا بنيود يا ما في حل وسط. بس اليوم في حل وسط؟ في حل وسط، نحن لانه عم نشتغل سموكي ايز ما كثير بدنا نقوي ليبس، سو رح استخدم لك اليوم سميره مشان نعمل بيوتيفل ناتشرال اومبري ليبس ارتست روج انك. طب هو لونج لاستنج ولا؟ اكيد لونج لاستنج. ار يو ريدي فور ذا ميك اب؟ يس يلا. يلا. سميرة ار يو ريدي فور ذا تشالنج؟ يلا. رح نبلش بالارتست كولر بنسل، واليوم انا رح بلش يور سموكي يوزينج ذيس قلم. اعطوني مراية عشان بس مراية. بين اب ليتل بيت، تفتحي شوي اكزاكتلي. بتعرف تضرب مقلبي؟ مش بالزاف. ماشي بالزاف شوي يعني بفهم، بس انه انا من عشاق المغرب ويعني وسبيشلي مراكش. سميرة فيك تشوفي ايش عملت انا هلا؟ هلا انت يمكن تنقذي اول ما تشوفي. قولي ايش؟ اخذنا القلم وسكتش ذا اي نقصت. هلا بلندنج براش نمبر 218. حطيت الاول بني صح؟ حطيت القلم اللي هو القلم البني. أيوة. صح؟ يعني الحته اكثر محل كان غامق هي هون. اوكي طلعنا شوي لبرا مشان يعطي العين، يعني يسحب العين صحيح. بطريقه بيوتيفل اند ناتشرال، ما يبين كثير انه نحن لانه اي دونت لايك ميك اب اوفر على عيوني. ومنالو بلند على طول بلندينج، اعملي سيركلر موشن يعني الحركه الدائريه، وخديها شمال يمين. رح اخذ من الجليتسي باليت هيدا اللون اللي هو بلاش، بس انا رح استخدم شوي منه مع براش نمبر 242 كلون انتقالي. لون انتقالي يعني اللي رح يكون تقريبا على الكريس. And we buff it. Buff it يعني ندمجهم ببعض بطريقة هيك يبينوا يعني فايتي داخلين ببعض، ما يكون في خطوط، ما يكون في واقف اللون بمحل من المحلات. وأهم شيء أهم شيء بالميك اب غير الحواجب اللي أنت بتحبيهم، غير الكومبلكشن، غير كل شيء مهم اللي هو البلندنج. سو سميرة رح نستخدم من الجليتسي باليت موكا. هذا الموكا لون رائع على الصراحة، وسبشلي انه جاي من السكالبتنج باليت. سكالبتنج يعني عم بينحت العين نحت بطريقة بيوتيفول اند ناتشرال. ننتقل إلى كحل. هنا كثير ثلاث أرباع الصبايا بفكروا انه الكحل السوداء بتصغر العين، هي ما بتصغرها للعين، هي يمكن بتدي شيب أكثر للعين، بتبين الشيب مش أكثر. بس ما احنا ما ننسى انه نحن بدنا نحط لاشز ونحط نرسم العين ونكبرها. حتى نفس القلم سميرة رح نغمق شوي الكورنر، شوي كورنر واللاش لاين. رح اخذ كمان براش نمبر 214 واخذ شوي اسود من الستارلت. بننظف بننظف شوي الباودر تحت العين، اللون اللي عم نعمل فيه التحدي لليوم واللي هو هذا اللون الاخضر اللي بعقد
واللي هو اول مره اي جاس انت رح تكوني مستغربه. شوف التكستشر شو حلو، حتى حتى الجولد او كده الجولد عقد، وهلا جولد رح نستخدمه ان ديفرنت مناطق بقلب العين. سوري براش نمبر 228 حتنصدمي سميره باللون، لانه بالمصري نقول تحفه، بالعربي نقول بجنن، وليصير احلى واحلى لون ميسن فيكس. Have you tried Mist & Fix before? Okay. Perfect. Mist & Fix. ناخذ Mist & Fix مع More from the Shadow. هيدا بجد؟ وريني؟ Yes, of course. بحط عليه؟ هيدا بيعمل بخليه للون More يعني More pigmented أكثر وبيثبت أكثر بكثير. أي لون بتحسي عندك إنه ما كثير عم بيعطيك اللون تبعه فيك تحطي له Mist & Fix وبصير pigmented وثابت أكثر وبيعقد مثل ما شايفة. بس في لون كثير حلو بعد ما استخدمناه اليوم، ذا جولد، وراح استخدم هذا الجولد الاكثر من واو مع برش نمبر 170، وراح اخذ منه شوي اول العين وتحت الحاجب كمان. سو جولد يعني انا لون بحسه صيفي شتائي خريفي ربيعي ما بيموت. سميرة كيفك انت ورموش؟ هاف يو ترايد 104 بيفور؟ لا ما جربتي بعد. هذا رمش كثير حلو سوبر ناتشرال، بس انا عايزه اشوف اذا كان الامباكت بتاعه طالع طبيعي ولا. اولويز لوك داون عشان تحط اللاش، لوك داون اكزاكتلي. شي مره كمان حاطه قلم من تحت انت ولا دغري تحطي الشادو عاده؟ بحط شادو، بحط القلم جوه العين بس. اي ما هو بعد كده بمسك الفرشه بالشادو كده تحت. هو القلم زيته حطيه بقلب العين. I mix it with black، ما عندي مشكلة أبدا أبدا أبدا. اوكي. وشوي نرسم من تحت رموش كأنه عملنا هيك سوفت سموكي. نفس اللون رح آخذ البرش نمبر 204. خط رفيع 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 رفيع. هيك بيرسم على العين من تحت. انا بتاكد انه اللون تحت صار خلاص ثبت، لازم اقطع عليه ثلاث مرات. يعني كيف انا عم بعمل برش 1 2 3 برجع بنتقل الناحيه الثانيه 1 2 3، يعني مش بحط اللون كده. اوكي. يعني على طول هيك بيطلع ريتش اكثر. تتذكري موكا شو عملنا فيه؟ موكا تو فور وموكا وي بافت. خلي على طول الحركة ايدك يا سميرة، تذكريني انت بتعملي مكياجك بالبيت. سيركلر موشن. ننتقل الى الاي لاينر. اذا نشف ميست ان فيكس على البراش وبتحطيها بقلبه. سميرة ننتقل إلى ماسكارا سموكي ستريتش. سميرة شفت لي كثير صور على السوشيال ميديا with pets، كيفك أنت والدوجز؟ هم أصحاب البيت، أنا الضيفة عندهم الحقيقة. روح معاك في البيت طبعاً، وما بيتكلموش لما بيجوعوا، ما بيكلموش لاف فري لاف أنا بسميهم. وعندي واحد فيهم كمان بيغني كمان. بعمل فوكاليزا تدريب الصوت. طول الوقت يعني. كمان رح ناخذ نقطة شوي just a little bit from the mocha and brush number 150 لنعمل فيه contour. Contour and blend. Contour and blend. بعد الكونتور we blush. Blush رح نعمل mixture between warm rose. لا أنا بحب ال and peach blossom، واثنيناتهم كثير حلوة. سميرة كيفك أنت والطبخ؟ لا أنت مش عارفة ليه شكل الحلقة دي هتبقى يعني حلقة إحراج. ليه؟ فخلينا حلوين مع بعض أحسن. شكلك تطبخي جامد. قوي 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 الحقيقة. لو أنت لو ضفت من طبيخي ده أنت هتنبسط قوي. بدي آكل. أجي على مصر next time. لا بس على فكره كنت طبخت كم مره في حياتي، بس بيبقى الكتاب قصادي يعني، بس عمري ما فكرت ان انا احط دماغي في الطبيخ يعني.
هايلايتنج يا سميرة، ومن لا يعشق الهايلايت خبريني. Which color؟ Golden sand. Gold. Okay. أكيد. Gold اليوم أخذ مواقع أساسية عنا من مكان. بطولة. كمان رح استخدم برش نمبر 242. هاي برش فيك تعملي فيها بلندنج، حط فيها كونسيلر، حط فيها هايلايتر، مالتي يوز. ميست اند فيكس وين نعمل بثبت لنا ميك اب بفوت الالوان ولونج لاستنج اكثر. اخترت لك اليوم من ارتست كولر بنسل نفس اللون فيك تبلشي فيه الميك اب. فرجيني رسمه الميك اب. رستك بتعقد بس مشان عبي كل التيم على طول هيك as if you كانك عم تضحكي. ايوه ارتست روج انك هذا اللون اللي اخترناه مع بعض ان نمبر 4. حطيه انا ولا انت؟ حطه انت. يلا. اتس سوبر ريتش و تكستشر بعقد. فرح ارجع كمان اخذ ارتست روج انك ان نمبر 6 وبرش 218 فتح ان ذا ميدل اوف ذا ليبس. اند وير دان. انا مبسوطه بك قوي جدا جدا جدا. من احلى المرات اللي انا عملت فيها مكياج وما كنتش متخيله خالص انه فعلا الاخضر ده هيطلع حلو. وهيك بنكون خلصنا اليوم مكياجك سميرة. Thank you so much for being our guest. Thank you حبيبي بجد يعني. وكنتي جريئة. You are a big inspiration. Thank you. Thank you very much حبيبي. Thank you. قضيت وقت لطيف بس ما خلصتش قوي. لسه قدامنا الفزورة. ودلوقتي جت فقرة الفزورة وخمسة from my fans هياخدوا الهدية دي. هو لون أو معدن ما استغناش عنه أبداً، موجود في كل مكان للمقدم والمؤخر عنوان، شايلاه في عينيا وفي إيديا كمان، شكله حلو عليا وعلى وشي هيبان. هو إيه؟ ولا تربحوا هالكولكشن الروعة الجليتزي الارتست روج إنك ألترا اتش دي سوفت لايت والستارليت. كل اللي عليكم تعملوه انكم تجاوبونا بالكومنت تحت الفيديو. سبسكرايب تو يوتيوب شانل ميك اب فور ايفر ميدل ايست. ولا تعرفوا الفايزين ما تنسوا تعملوا فولو على الانستغرام لميك اب فور ايفر ام اي اي. ورمضان كريم يا حلوات. رمضان رمضان كريم.